مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. خوتي صباح الخير عليكم، خوتي كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبالصحة والسلامة إن شاء الله يا رب. احنا الآن في هذه الجولة الصباحية داخل مدينة الحسيمة في اليوم الثالث من تخفيف الحجر الصحي. نشوفوا الأجواء كيف عاملة هنا داخل المدينة. الحمد لله الأمور رجعت كيف ما كانت من قبل. هادشي كيف الراح وكيف الشر؟ بالخير طبعا أخوتي، كما كيعرف الجميع هذه مدة 3 شهور تقريبا ساكنة الحسيمة كانوا ملتزمين طبعا بالحجر الصحي، وكانوا ملتزمين طبعا في المنازل ديالهم وملتزمين بالتعليمات ديال السلطات، وهادشي بشهادة الجميع طبعا، شهادة الجميع. والدليل على هذا لأنه راه منذ تفشي هذا الوباء هذا في بلادنا راه سجلت 16 إصابة فقط في إقليم الحسيمة منذ تفشي هذا الوباء هذا، والحمد لله 16 إصابات كلهم تشافوا وتعافوا ودابا راهم بخير وعلى خير وعند عائلتهم وكنشوفوهم بصحة جيدة. وطبعا هادشي هذا كله بالمجهودات الناس ديال السلطات طبعا، وبالمجهودات أصحاب البدلة البيضاء، الأطباء المدنيين، الأطباء العسكريين، الممرضات والممرضين. تحية كبيرة أخوتي الأطباء المغاربة، لأنهم طبعا هم اللي كانوا في الواجهة، هم اللي كانوا كيحرصوا على سلامتنا وصحتنا وصحة دوك الناس اللي مراض. كنقول لهم الله يعطيكم الصحة. وطبعا ساكنة الحسيمة استجابت النداء ديال السلطات والتزموا في المنازل ديالهم وما كيخرجوش إلا للضرورة. والدليل على هذا منذ أزيد من شهر تقريبا ما تسجلت حتى شي إصابة هنا داخل إقليم الحسيمة. إذا كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في، هذا الشيء كيرجع لمجهودات الناس ديال السلطات هنا داخل إقليم الحسيمة، داخل يعني في السدود الأمنية القضائية، رجال الأمن طبعا، رجال الدرك، القوات المساعدة ومختلف الأجهزة الأمنية هنا داخل إقليم الحسيمة، لأنهم كنا كنعملوا جولات، كنا كنعملوا عدة مباشرات طبعا في السدود الأمنية القضائية في بني بوعياش، ولا في السد الأمني القضائي بإمزوران طبعا، والسد الأمني القضائي في مدخل مدينة الحسيمة طبعا، اللي هذاك السد الأمني القضائي طبعا اللي معروف عليه سد أمني قضائي وإجراءات أمنية مشددة في ذاك البراج، ذاك البراج ديال البوليس، البراج ديال بوجيبار طبعا. الحمد لله أي واحد كان كيدخل وكان كيجي من خارج إقليم الحسيمة يعني الناس ديال السلطات ولو رجال الأمن يعني عملوا واحد العملية اللي هي رائعة وجميلة منذ تفشي هذا الوباء هذا في بلادنا. يعني أي شخص كان كيجي من برا من خارج الإقليم سوى مع عائلته أو لا بوحده أو لا لغرض معين علاش داخل هنا لمدينة الحسيمة، كان سوى دخل المدينة ديال الحسيمة أو إم زورن أو لا بني بويش كان كيديوه طبعا طبعا الحجر الصحي لواحد الفندق مصنف هنا داخل مدينة الحسيمة، حتى كيتأكدوا منه، حتى كيعملوا له تحليلة ديال كورونا، لأنه عكس بعض المدن اللي ما كانتش فيها ربما هاد الإجراءات هادو اللي كانوا عاملينها الناس ديال السلطات هنا داخل
مدينة الحسيمة، قلت بأنه منذ تفشي هذا الوباء هذا الناس ديال السلطات هنا داخل مدينة الحسيمة، أي شخص كان طبعا عفوا طبعا غيجي طبعا الحسيمة سواء جا من الناظور أو من تازة أو فاس مكناس وأي مدينة، المهم خارج إقليم الحسيمة كان كيجي ما كيخليوش يمشي، جاي عند عائلته أو لا جاي لغرض معين أو لا جاي راجع لخدمته أو لا كان في عطلة وراجع لخدمته، كان كيديوه لواحد الفندق مصنف كيعملوه في الحجر الصحي حتى كيعملوا له التحليلة ديال كورونا كيتأكدوا منه بأنه الحمد لله راه ما كاين حتى شي حاجة، ديك الساعة كيمشي. يعني كنقول للناس ديال السلطات وعلى رأسهم السيد عامر إقليم الحسيمة، برافو عليكم والله يعطيكم الصحة، ولجميع السلطات المغربية والأطباء المغاربة والأطباء المدنيين والعسكريين، و كنقول لهم برافو عليكم والله يعطيكم الصحة، لأنهم الصراحة هما اللي كانوا في الواجهة، الناس ديال الأمن، الناس ديال رجال الدرك الملكي، القوات المسلحة الملكية، القوات المساعدة، الأعوان ديال السلطات، الناس ديال الوقاية المدنية، الأطباء المغاربة، الأطباء العسكريين طبعا، وما ننساوش أيضا الممرضات والممرضين وسائقي سيارات الإسعاف، لأنهم هاد الناس كاملين أخوتي اللي قلنا لأنهم هما اللي كانوا في الواجهة طبعا، لأنهم هما اللي كانوا في الواجهة منذ تفشي هذا الوباء هذا، هما اللي كانوا كيغامروا بحياتهم ليل ونهار، وطبعا ما كانوش كينعسوا، الله يحسن عوانهم، كاين اللي ما كيشوفش عائلته، كاين اللي ما كيشوفش وليداته، الله يحسن عوانهم، هذا الشيء كله غير باش يحميونا ويحميو عائلتنا ووليداتنا ويحميو هاد البلاد هذه، وكنقولوا لهم برافو عليكم برافو عليكم برافو عليكم، الله يعاونكم والله يعطيكم الصحة. إذا كما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في، احنا الآن في هذه الجولة الصباحية داخل مدينة الحسيمة، طبعا كنشوفوا الأجواء كيف عاملة هنا داخل مدينة الحسيمة، فهذه الجولة الصباحية فهذا اليوم الثالث من التخفيف، يعني الحمد لله الأمور رجعت كيف ما كانت هنا داخل مدينة الحسيمة، كنشوفوا الناس كتجي الفضاءات العمومية لهذا يعني لهذا الباركي هذا المعروف عليه باركي تشيتا، طبعا اللي كما كتشوفوا معنا طبعا عملنا عدة جولات هنا في شاطئ كارابونيتا في شاطئ كيمادو طبعا، وكانت الأجواء رائعة، وداخل أيضا داخل ساحة محمد السادس المعروفة من أشهر الساحات اللي كاين في بلادنا وأكبر ساحة في مدينة الحسيمة، الساحة الرائعة والجميلة طبعا ساحة محمد السادس. إذا كما كيعرف الجميع الحمد لله مدينة الحسيمة إقليم الحسيمة ككل كما قلنا هذه منذ مدة لم تسجل هنا أي إصابة، يعني خارج طبعا خارج الإقليم داخل الإقليم الحسيمة عفوا هذه المدة ديال الشهر طبعا، وهذا الشيء راه كيعود للمجهودات الساكنة لأنهم ملتزمين طبعا بقواعد النظافة، ملتزمين بالحجر الصحي، وكان وملتزمين طبعا كيقول لك بأنه واخا حنا كاين تخفيف ما نخرجوش من المنازل ديالنا إلا للضرورة، واخا تلقى خارج يعني تلقى خارج عامل الكمامة ديالو وعامل المسافة وعامل وكاين كيعمل وعامل التباعد الاجتماعي، هذا الشيء رائع وجميل صراحة، كيبشر وكيفرح طبعا اخوتي كيبشر بالخير وكيفرح، هادشي جميل ورائع بد اذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، احنا الان في الجولة الصباحية داخل مدينة الحسيمة. إذا كما كتشوفوا حتى واحد ما خارج لأنه عادي جدا
يعني يلا 8 ديال الصباح، طبعا 8 وربع على ما أظن، مع الحرارة المفرطة، مع الحرارة ديال بصح وهاد الشمس ديال بصح اخوتي. الحمد لله بعد السماح أصحاب المحلات التجارية، طبعا أصحاب المقاهي والمطاعم والحمامات، وجاء الدور على الشواطئ. طبعا احنا الآن في الساحة الرائعة والجميلة، ساحة محمد السادس. طبعا الساحة دي أخوتي اللي كتعتبر من أشهر الساحات اللي كاين في بلادنا، وأكبر ساحة في مدينة الحسيمة، الساحة الرائعة والجميلة، ساحة محمد السادس. طبعا الساحة دي أخوتي في الأيام العادية، طبعا فد الأيام هذه ديال الصيف، كنشوفوا عدة أشياء اللي هي جميلة. طبعا كتكون هنا داخل هذه الساحة هذه كنشوفوا مهرجانات موسيقية، مهرجانات ثقافية، معارض، وعدة أشياء اللي هي طبعا جميلة داخل هذه الساحة هذه الرائعة والجميلة، ساحة محمد السادس. الحمد لله عملنا عدة جولات ليلية هنا داخل هذه الساحة هذه، طبعا ساحة محمد السادس. الحمد لله بعد التخفيف من الحجر الصحي كنشوفوا طبعا الناس جايبة وليداتها، كل جاي مع عائلته مع الأصدقاء ديالو، كنشوفوا أجواء رائعة هنا داخل هذه الساحة هذه، بعد ما كانت مهجورة، كانت خاوية هذه المدة تقريبا ديال 3 شهور، لأنه مع الأسف مع الجائحة ديال الكورونا ما خلات الواحد فين غادي يخرج، ما خلات الواحد فين غادي يتحرك. طبعا ساكنة الحسيمة كما قلت التزموا بالتعليمات ديال السلطات، والتزموا بالحجر الصحي، والتزموا في المنازل ديالهم، وكنبغي نقول لهم برافو عليكم وبرافو عليكم وبرافو عليكم والله يعطيكم الصحة. يعني فعلا ساكنة الحسيمة بينوا على الوعي ديالهم، و يعني كنقولوا لهم شكرا لكم على هذا الروح التضامن والتعاون، وعلى الوعي ديالكم والتزامكم في الحجر الصحي. طبعا احنا الان في الجولة الصباحية داخل مدينة الحسيمة، كنشوفوا طبعا الأجواء كيف عاملة في اليوم الثالث من التخفيف من الحجر الصحي. كنشوفوا بزاف ديال الأمور الحمد لله رجعات كيف ما كانت من قبل، كنشوفوا أصحاب المحلات التجارية حلوا، أصحاب المطاعم والمقاهي، وأصحاب محلات السندويشات، وطبعا الشواطئ وإلى غير ذلك. إذا كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، احنا الآن في الجولة الصباحية داخل مدينة الحسيمة، في الساحة هذه الساحة الرائعة والجميلة، ساحة محمد السادس. طبعا في المساء في الليل كتكون أجواء رائعة وجميلة داخل هذه الساحة هذه، ساحة محمد السادس. كنشوفوا طبعا الأطفال الصغار كيلعبوا هنا مع عائلتهم ووالديهم، طبعا كنشوفوا عائلات كيجيو يعني لهذه الساحة هذه، الساحة الرائعة والجميلة، ساحة محمد السادس هنا داخل مدينة الحسيمة. الحمد لله
الأمور رجعت كيف ما كانت من قبل. هادشي طبعا كيف الراحة وكيف الشر الخير طبعا أخوتي. إذا حنا كنطلو على شاطئ كيمادو في الأمام ديالو جبل موروبيخو. كيمادو يا كيمادو، إيه باش كنقولو كيمادو؟ راه شي حاجة كبيرة، شي حاجة زوينة خوتي. شاطئ كيمادو طبعا اللي كتعتبر من أشهر وأعرق الشواطئ اللي كاين في بلادنا، ومن أحسن الشواطئ اللي كاين في بلادنا. شاطئ كيمادو الشاطئ الرائع والجميل طبعا، اللي كتعتبر من احسن الشواطئ اللي كاين في بلادنا. هذا الشاطئ، هذا الشاطئ الرائع والجميل، شاطئ كيمادو. طبعا كيجيو الناس من مختلف المناطق هنا داخل اقليم الحسيمه، من ام زوران، بني بوعياش، بوكيدار، اجدير، إزموران، أيت قمرة، ترقيست، بني بوفراح، وعدة مناطق هنا داخل إقليم الحسيمة. إذا كما كان عفوا مشاهدي قناة شوف تي في بأنه إقليم الحسيمة، منطقة الريف، منطقة الحسيمة المعروف عليها، يعني منطقة سياحية 100%. يعني طبعا الناس في هذا الوقت ديال الصيف كتلقاه يعني جاي من أي بلاصة، من هنا من داخل اقليم الحسيمه، هاز الفوطه ديالو وتلقاه غادي للبحر. يعني غادي للبحر، يعني فد يعني كما قلنا، يعني كاين عده شواطئ هنا اللي هي رائعه وجميله. طبعا كاين شاطئ السواني، شاطئ الصفيحه، شاطئ بوسكور طبعا، وكاين طبعا شاطئ كارابونيتا، والشاطئ الرائع والجميل طبعا اللي كتعتبر من احسن الشواطئ في بلادنا، شاطئ كيمادو هنا داخل مدينه الحسيمه. الحمد لله، كنحمد الله ونشكره لانه الحمد لله رجعت الامور كيف ما كانت من قبل اخوتي. هادشي طبعا كيف الراح وكيف الشر بالخير، ولكن هذا لا داعي بانني ما نعملوش باننا ما نعملوش الكمامه ديالنا وما نلتزموش بقواعد النظافه والسلامه الصحيه والتباعد الاجتماعي، وطبعا والمسافه. فين ما مشينا اخوتي خصنا نعملوا الكمامه ديالنا. مشينا القهوه، مشينا للمطعم، مشينا للشاطئ، مشينا للسوق، مشينا للمارشي، خرجنا مشينا للفضاءات العموميه، واخا نكون غير بوحدي ولا ركبنا في الطوموبيلات ديالنا، خصنا نعملوا الكمامه ديالنا وفهمتي، وتكون السلامه الصحيه، وتكون طبعا الوقايه، ويكون واحد التباعد اجتماعي، وتكون المسافه. فين ما مشينا خصنا نزيدو نلتزمو. شنو هو هذا الالتزام هذا اخوتي؟ هي تكون نعملو الكمامه ديالنا والسلامه الصحيه والنظافه طبعا والتباعد الاجتماعي. اذا كما قلت هذا الفيروس هذا راه مازال كاين منتشر بيناتنا، راه بانو بؤار. شفنا داكشي اللي وقع، ديك الكارثه اللي وقعت في طبعا في نواحي قنيطرة، في لالة ميمونة، وداك في آسفي، وفي العيون، وفي طنجة. يعني الله يستر وصافي، الواحد خاصو مازال يحضي راسو، وطبعا فين ما مشى خاصو دم، يخصو يكون المعقم يكون معاه ويغسل يدو مزيان، يعمل الكمامة ديالو، ومشى لشي بلاصة خاصو ما يدخلش في الزحام وما يساهمش في الاكتضاض. طبعا اي بلاصه خصيه يمشى ليها، مشينا ليها خصنا نعملوا المسافه ويكون التباعد الاجتماعي ونحترموا قواعد النظافه والسلامه الصحيه. ان شاء الله راه ما بقى قد ما فات، ما بقى قد ما فات اخوتي، ما بقى والو. ان شاء الله الحمد لله راه تقريبا راه الامور رجعت كيف ما كانت من قبل، ولكن خصنا نزيدوا نلتزموا بقواعد النظافه والسلامه الصحيه والتباعد الاجتماعي، ونعملوا الكمامه ديالنا، لانه كما قلت هذا الفيروس هذا مازال منتشر بيناتنا، هاد كورونا هذه مازال راه كاينه بيناتنا.
كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يحيد علينا هذا الوباء هذا في اقرب وقت ان شاء الله يا رب، وطبعا وترجع الامور عاديه كيف ما كانت قبل ان شاء الله يا رب في اقرب وقت ان شاء الله. اذا الى جينا نقارنوا بلادنا مع بلدان اخرى اللي هي بلدان متقدمه، اللي هي دول متقدمه يعني بالامكانيات ديالهم وداكشي ديالهم، لا مجال للمقارنه. الحمد لله في بلادنا بعزيمه الرجال، بعزيمه يعني كما كنقولوا الرجال والابطال، اللي داكشي اللي عمل جلاله الملك محمد السادس نصره الله، والله يطول ليه في عمره والله يخليه لينا، يعني عمل داكشي اللي كان خاصو يتعمل يعني، وداكشي اللي عملوه سيدنا راه طبعا ما عملوش شي رئيس دوله او شي مالك دوله. طبعا كما قلت مشاهدي قناه شوف تي في، كاين بعض يعني الدول اللي كيدعاو بالحقوق الانسان، اللي كيدعاو بالحقوق الانسان اللي هي دول متقدمه كيقولوا راه حنا عندنا حقوق الانسان، وكيدعاو بصح حقوق الانسان. ها هما فضلوا الاقتصاد ديالهم على شعبهم، وحسابهم هذا الفيروس هذا بحال اي فيروس غيجي غيدوز واحد الاسبوع ولا جوج ديال الاسابيع وغيمشي بحاله. لا خوتي، هذا الفيروس هذا خطير جدا، كان خطير، راكم شفتوا شحال ديال الارواح اللي دا. كنهضر على البلدان اللي هي متقدمه اللي فضلوا الاقتصاد ديالهم على شعبهم، والدول هادو هما اللي كانوا كيدعاو بالحقوق الانسان. الحمد لله هادشي اللي عمل سيدنا وهادشي اللي عمل جلاله الملك محمد السادس نصره الله، ما عملو حتى شي رئيس دوله، ما عملو حتى شي ملك ديال الدوله. شعب يعني جلاله الملك فضل شعبه على اقتصاد ديالو. بعد المناسبة هذه كنقولوا لسيدنا وجلالة الملك محمد السادس الله يخليك لنا، والله يطول لنا في عمرك، والله يشافيك لنا. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.